مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من حياة هوم كوكينج. اليوم وصفتنا مغربية على دجاج. المغربية وصفة كتير مشهورة بلبنان، أنا بحسها إنه هي أكلة شتوية خارج الشتاء، فينا نطبخها باللحمة وفينا نطبخها بالدجاج. اليوم اخترت الدجاج مرة تانية، نقلها راد منسويها باللحم. بس ما نطبخ مغربية يعني في يا عزيمة يا جمعة عيلة، يعني المغربية ما بتنطبخ لشخصين. دايماً لما نسوي مغربية بدنا نقول للعائلة عاملين مغربية والكل بيجوا حتى نتناول هالطبق كلنا سوا. وصفتنا اليوم لعشر أشخاص. نحن بحاجة لاتنين كيلو من عجين المغربية. أنا بستعمل عجينة طازة مش فريزر ومش ميبسة، في محل كتير معروف بلبنان بيشتغل المغربية وبيبيعها طازة. 2 كيلو دجاج، بتختاروا القطع يلي انتو بتحبوها. كيلو ونص بصل أبيض صغير، حبة صغيرة، فيكن تزيدوا فيكن تنقصوا، بس أفضل تزيدوا لأنه البصل كتير بيطلع طيب معه. بالنسبة للحمص، نحن بحاجة لكوب وربع حمص يابس نسلقه. أنا مبارح نزلت فيديو عن كيفية سلق الحمص وكيف منوضع بالفريزر وشلت منهم لوصفة اليوم، أكيد مع ميته ضرورية. نبدأ وصفتنا بسلق الدجاج. نوضع طنجرة كبيرة فيها مي غزيرة، مننزل المطيبات وننطرها للمي حتى تسخن. بس ما تسخن المي مننزل قطع الدجاج المنظفة أكيد، وأنا بجيبهم من دون جلد. ننزل كل قطع الدجاج بالمي السخنة وبنطرها حتى ترجع تغلي. بهالوقت بطنجرة تانية بدنا نطبخ البصل. بوضع شقفة الزبدة بس ما تدوب، بننزل البصل ومنقلبه على النار تياخد شوية لون. نوضع الملح مع بهارات المغربية والكراوية. البهارات اللي عم بتشوفوها اللون الفاتح هي بهارات خاصة بالمغربية اسمها بهارات مغربية، وأنا محل ما بشتري المغربية هو بيعطيني إياها، وبالسوبر ماركت موجودة مكتوب بهارات مغربية. والبهارات اللي شفتوها اللون الغامق هي كراوية. بتقولوا لي ليه غامقة؟ هي دي كراوية محمصة. قليل اللي بيعرف كراوية محمصة هون بمنطقتنا ببيروت، دايما بفتش وبسأل ما في كراوية محمصة، بنزل خصوصي على صيدا حتى جيب كراوية محمصة. نكهتها كتير طيبة مع المغربية وكمان مع وصفة تانية اسمها المغلي. نرجع لوصفتنا. مثل ما عم بتشوفوا غمرت البصل بمي سخنة، وبس ما تسخن أكتر وتصير بدها تبلش تغلي بتصير تطلع رغوة من شيلة. نغطي الطنجرة، بنخفف النار وبنتركه على النار حوالي 20 دقيقة أو حتى يستوي. بهالوقت الدجاج بلش يغلي. إذا لاحظتوا ما في زفرة طلعت على وجه الدجاج لأنه وضعنا الدجاج بمي سخنة. ملعقتين صغار ملح، فيكن تزيدوا فيكن تنقصوا على ذوقكم. والبهارات هي زيتها، عم نعيدها، بنحط ملعقتين صغار مليانين بهارات المغربية، ملعقة صغيرة مليانة كراوية. أكيد إذا ما عندكن كراوية محمصة بتحطوا الكراوية العادية. كمية البهارات فيكن تتحكموا فيها مثل ما بتحبوا، بس المغربية الطيبة ببهاراتها. منخفف النار بس ما تغلي، نتركها على نار هادية تستوي. بدنا نطل على البصل لنشوف إذا استوى، صار قاطع 20 دقيقة. جرب بصلة، إذا السكينة فاتت بسهولة معناتها استوت. بطفي النار دغري، بشيل الطنجرة عن النار بحطها على جنب، والحمص صار على جنب مستوي وخالص. الدجاج صار رح يخلص، ببلش اشتغل بحبوب المغربية. بصينية بوضع زبدة وشوية زيت، بتحبوا بس زبدة فيكن، فيكن تزيدوا كمية الزبدة، فيكن تحطوا سمنة مثل ما بتريدوا. دابت الزبدة بوضع حبوب المغربية، بقليهم بالزبدة، خليها تتشرب المواد الدهنية، أنا مش مكترة كتير هو لازم أكتر. بوضع ملعقتين صغار ملح، ملعقة صغيرة كراوية وملعقة صغيرة بهارات المغربية، بحركهم سوا حتى يتقلوا كم دقيقة، ولازم نحركهم كتير منيح مع البهارات حتى تتوزع كمية البهارات كلها على العجين.
الدجاج استوى. هلأ الطريقة إنه بدي خلي حبوب المغربية تتشرب من مرقة الدجاج. مرق المرق بمصفاية حتى ما ينزل أي من المطيبات بالمغربية. بغمر الحبوب بالمرق وبحركهم هيك مثل ما عم بتشوفوا. بعد كم دقيقة بتلاحظوا إنه ما بقى في مرقة الدجاج، اختفى. بنرجع منزيد مرة تانية ومنكرر هالعملية شي 3-4 مرات. بس ما نشوف إنه حبة المغربية تضاعف حجمها معناتها شربت كفاية وخلاص منوقف هالعملية، لأنه بتكون الحبة استوت كفايتها. ما بدنا إياها كتير الحبة تكون طرية على الآخر، لا اتركوها تقريباً الدنتي، يعني مثل المعكرونة لما تستوي نص استوى. هيدي طريقة الشغل بالعجين الطازة. أما في حال مش متوفر عندكن بدكن تجيبوا مغربية جافة، بدكن تضطروا تسخنوا مي وتخلوها على البخار تستوي حتى تطرى، ومنرجع بتستعملوها مثل ما هلأ عم تشوفوا. بوزع المغربية بقسمها صينيتين، لأنه 2 كيلو بدها صينيتين بعد في الحمص والبصل والدجاج. صينية واحدة ما رح يساعوا، هيك بيقعدوا مرتاحين وما بجبلوا بعض. بوزع الحمص على الصينيتين مع ميته كتير طيبة كمان تنحط. أكيد كمية الحمص لازم تكون أقل من كمية المغربية. نفس الشي كمان بنوزع البصل مع مرقته. روايح شهية جدا، بالأخص ريحة الكراوية والبهارات شي رائع كتير. بعد في الدجاج، منشيل قطع الدجاج منرتبها بالصينية، منغمرها بالمرقة مثل ما عم بتشوفوا. لاحظتوا الدجاج لونه هيك أبيض مسلوق، يعني طيب بس اللون هيك على بياض. السؤال ليه عم حطه بالصينية؟ أكيد بدنا ندخله على الفرن حتى يحمر الدجاج ويصير لونه هيك أحمر شهي. الفرن لازم يكون حامي من فوق، بس بدنا نحمر الصينية لأنه هي سخنة وكل شي جاهز. عادة بهالمرحلة بيتقدم الطبق بينسكب بجوت، بنحط المغربية والبصل والحمص وفوقهم الدجاج وعجنها بالصلصة. طريقتي بالفرن لحمر الدجاج. هلأ رح تشوفوا النتيجة. الفرن بس من فوق مثل ما قلت لكم، لاحظتوا الدجاج كيف اختلف لونه؟ هاي الفرق. حبيتوا هالوصفة؟ حبيتوا الطريقة؟ ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة سهوم كوكينج. وألف صحة وهنا. صار وقت السكب. بيتقدم حدا فجل طيبة مع الفجل، ولازم ندوق مثل العادة. كتير طيبة. بتمنى تجربوا وصفتي. بشكركم كتير على المشاهدة، وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.